سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لاول مره كيشوف القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. مرحبا بكم على الصفحه ديالي في انستغرام، مرحبا بالاسئله ديالكم. هنا الغزالات ديالي كيف ما شفتوا معايا، غادي نصايب معكم واحد الكلاص بالخوخ او الشهديه. كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما غسلت الخوخ وقطعته على هذا الشكل هذا، يعني مربعات، غادي ندخله للفريغو ونخليه حتى يتجمد ونرجع لكم باش تشوفوا اشنو غادي ندير به. كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما خرجته من الفريغو، طبعا كنسبق لي وحطيت لكم كلاص بالشمام وكلاص بالبنان، ان شاء الله نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. كلاص اللي سهل مهل، بدون كريمه، بدون فلو، طريقه اللي سهله وطريقه اللي عاديه، وكيجي زوينه البنات وكيجي لذيذ واقتصادي. هنا كيف ما شفتوا معايا، غنزيد عليه ياغورت ديال الخوخ. طبعا الا ما عندكمش خوخ كديروا المشمش او كديروا الفاني. جوج معالق ديال السنيده، طبعا السنيده كتبقى على حسب الذوق. غادي نطحنوا، ومن الافضل ما تطحنوش مزيان البنات، خليو فيه دوك الطريفات باش يجيكم زوين. هنا غادي ندخلو الفريغو، من بعد ما غادي يشد في راسه ونرجع لكم باش نوريكم الشكل ديالو. هنا كيف ما شفتوا البنات، ها هو من بعد ما خرجته من الفريغو، شفتوا كيفاش دوك الطريفات كيبانوا فيه. كي قلت لكم من الافضل ما تطحنوش مزيان، خليو فيه هذوك الطريفات هذوك. هنا كيف ما شفتوا معايا، عندي هاد الباستا هادي، كل واحد شنو كيقول ليها. المهم كنزينوا بها الكلاص كيف ما شفتوا معايا، زينوا باش ما بغيتوا. انا عندي هذه، عندي هنا واحد الكويس اللي غادي نقدم فيه الكلاص. كيف ما غادي تشوفوا معايا البنات، كيجي زوين البنات، كيجي لذيذ. ان شاء الله تجربوا هنا الاعجاب ديالكم. كي قلت لكم غنخلي لكم الروابط ديال الكلاص اللي كتسبق لي وحطيت لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم الروابط ديالهم تجربوهم حتى هما البنات. راه ساهلين ماهلين، وكيف ما شفتوا معايا اقتصاديين، ما فيهمش شي حاجه كثيره نهائي. ان شاء الله البنات، باقي نحط معكم بزاف ديال الاشكال ديال الكلاص، يعني شي حاجه الاقتصاديه وشي حاجه اللي شويه مكلفه. ان شاء الله غادي يعجبوكم. كيف ما شفتوا معايا هنا، ها هو البنات الكلاص من بعد ما قدمته في هذا الكويس هذا ديال الكلاص. وكيف ما شفتوا زينتوا بهذيك الباستا، وتقدروا تزينوه باش ما بغيتوا، كيجي زوينه البنات وكيجي لذيذ. كيف ما شفتوا معايا، ما تقدموه كيف ما شفتوا معايا حتى تبغيو تاكلوه، لانه هو كيدوب. يعني كي الكلاص العادي اللي كتشريو. كيف ما شفتوا معايا، ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كي قلت لكم ما طحنوش بزاف، خليو فيه دوك الطريفات باش يجيوكم البنات زوينين. شكرا لكم، وكنبغيكم وكنموت عليكم يا احلى متتبعين.